متابعي الشروق الإخبارية، ورحب بكم من جديد. تتابعون الظاهرة الإخبارية في ملف نقاشها الأول والرئيسي. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس رأس اجتماعا لمجلس الوزراء ناقش فيه العديد من النقاط وأسدى تعليمات مهمة. إذا أكد الرئيس عبد المجيد تبون أن مشروع سحق البذور الزيتية كوتاما بجيجل سيدخل مرحلة الإنتاج الفعلي جوان المقبل، وقال إنه سيكون قيمة إضافية مهمة لقدرات الإنتاج الوطني وتمويل السوق بمادة الزيت. اليوم نتحدث عن التعليمات التي أصدرها الرئيس عبد المجيد تبون في إطار مجلس الوزراء. أمر بالتنسيق بين كل القطاعات لوضع تصور منسجم من أجل استغلال بقايا البذور الزيتية من جهة. من جهة أخرى، أمر الرئيس عبد المجيد تبون لخلق تكامل بين الفلاحة والصناعة والتنسيق بين كل القطاعات من أجل بلوغ الأهداف المرجوة والمسطرة من أعلى هيئة بالقطاع، والحديث عن المزارع النموذجية، تشجيع الفلاحين بالجنوب لرفع مردودية إنتاج الحبوب الصلبة، كيف يتم ذلك وإلى أي مدى سيساهم لبلوغ الأهداف المسطرة؟ أولا الأمن الغذائي، ثانيا التصدير. أناقش الموضوع مع ضيفي الكريم بالأستوديو سيد طاهر كريمي أو كرامي، يقول أمين وطني بالاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين. نرحب بك معنا سيد طاهر، مساء الخير. شكرا على الاستضافة وشكرا لقناة الشروق. أهلا بك سيد كرامي. سأستقبل كذلك هاتفيا عبد المجيد صغيري المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين هاتفيا لاحقا. سأستهل معك النقاش سيد كريمي أو كرامي، أقول عفوا، الحديث عن ما أمر به الرئيس عبد المجيد تبون بمجلس الوزراء أمس العديد من النقاط الأقل ما يقال عنها مهمة، سنستهل بمناقشتها أول بأول ونقطة بنقطة. التنسيق بين القطاعات بعدما كان يعني الرئيس عبد المجيد تبون يلح عليه أصبحت تعليمة، يوم تعليمة من أعلى هرم في السلطة الرئيس عبد المجيد تبون للتنسيق بين كل القطاعات وخصوصا قطاع الفلاحة مع قطاع الصناعة لوضع تصور منسجم لاستغلال بقايا البذور الزيتية. في هذه النقطة وهذا الإجراء، إلى أي مدى سيساهم في تموين السوق بمادة الزيت؟ أولا نيابة عن زملائي أعضاء الأمانة الوطنية، نشكر السيد الرئيس على اهتمامه البالغ بالقطاع الفلاحي. ما من مجلس وزراء إلا وكانت نقطة القطاع موجودة. فبالنسبة للتنسيق بين القطاعات، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك اقتصاد قوي دون تنسيق بين القطاعات، وهذا في شطره العام. أما بالنسبة للفلاحة، فبالنسبة للمنتجين أو الفلاحين، العلاقة ليست علاقة وزارة فلاحة ومنتج فقط، فهناك وزارة المالية، هناك وزارة الصناعة، هناك وزارة الطاقة، هناك وزارة التجارة، كل الوزارات تقريبا معنيين بعالم الفلاحة، وبالتالي التنسيق فهو ضروري إلزامي. ونشكر السيد الرئيس الجمهورية على التعليمات الصارمة في هذا المجال. فيما يخص قضية الزيوت أو مشروع سحق البذور الزيتية، فهذا المشروع اللي يعود بالفائدة أولا للمواطن، وكما تعلمون أن المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع أو المنتوجات الاستراتيجية تتطلب منا مع التغيرات العالمية الحالية والأزمات العالمية الحالية أننا بدراهمنا ربما ما نقدروش نشرو مما يبيعوناش، فلا بد علينا من ضمان الأمن الغذائي نتاعنا، خاصة وأن الجزائر حبها الله يعني مساحات واسعة، طقس جميل، كل ما يلزم للفلاحة فربي أعطاهنا. وبالتالي القضية قضية عمل وجد وتكاثف الجهود ما بين القطاعات. ففي الموسم الماضي اللي عرف جفاف غير مسبوق، وكنا وبتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية أن الفلاحين والمنتوجين بذلوا جهود جبارة من أجل توسيع الرقعة الفلاحية، خاصة بالنسبة للحبوب والقمح الصلب.
لكن هذه حاجة من عند ربي أن كان فيه جفاف، والسيد رئيس الجمهورية مشكور فهذه السنة حتى يستطيع المنتجين الانطلاق مجددا، فكانت البذور والأسمدة مجانا حتى نستطيع الانطلاق من جديد. وقد حتى السيد الرئيس في لقائه في مجلس الوزراء على تشجيع الفلاحين بالتحفيزات الموجودة وتثمينها، والمقصود بتثمينها أنها إذا ما هيش في المستوى المطلوب فلا بد من مراجعتها ليتمكن الفلاح من الحصول على ما يضمن ديمومة الإنتاج، لأننا نستطيع أن نقول في موسم ما بأن المنتوج موجود، لكن قد في الموسم المقبل قد لا يكون. لماذا؟ لأن الأمن الغذائي يتطلب اكتفاء ذاتي، الاكتفاء الذاتي يتطلب ديمومة في الإنتاج، وديمومة الإنتاج تتطلب المتابعة والمرافقة الحقيقية للمنتجين في جميع المجالات، سواء الجانب المادي باش الفلاح ما يخسرش حتى يتمكن من المواصلة، وكذلك المسار التقني اللي يلعب دور كبير برفع المنتوج. وقد ألح عليه السيد الرئيس في هذا الاجتماع على مرافقة الفلاحين من الجانب التقني، يعني به الجانب العلمي والجانب، ولكن هذا من يتكفل به؟ تتكفل به المعاهد الفلاحية المختصة. لكن استسمحك أن هذه المعاهد إمكانياتها جد ضئيلة. لما نتحدث عن الأولوية الجوم في إنتاج الأعلاف كما سبق وأشرت، لأنه لما نتحدث عن الإنتاجية والإمكانيات لا بأس أن نمر يعني السد القادمة والمراحل القادمة، لأنه الرئيس عبد المجيد تبون تحدث عن إنتاج الأعلاف طبعا للديوان الوطني لأغذية الأنعام والتعاونيات الخاصة أو العمومية هنا بالجزائر، أولا كنقطة لمساعدة الفلاحين أولا المتضررين أو للمطالب المرفوعة كذلك لنقص الإمكانيات. ولهذا من هذا المنطلق يعني تعمل السلطات العليا بالبلاد من المشكل، يعني من أرضية من يعني المشكل من الجذور. يعني لما نتحدث عن المطلب الأبرز هو يعني مساعدة الفلاحين في الأعلاف وغيرها، ويعني ماديا حتى ما يبيعش ربما المنتوجات تاعه غالية، لهذا المستهلك ما يشكيش كذلك من غلاء الأسعار. لا، إذا تسمحي لي، قضية تحفيز الفلاحين، الفلاح لابد، وقالها السيد الرئيس مرارا، باش يخسر الفلاح خط أحمر، ويعني ما يقول بأنه لو كان يخسر الفلاح ما يكونش فيه إنتاج مستقبل. باش ما يخسرش لازم نراعي التكلفة، التحفيزات الموجودة إذا كانت التكلفة ارتفعت فلا بد من التحفيزات أن ترتفع. كذلك بالنسبة للديوان الوطني لتغذية الأنعام لابد له من وسائل، من بينها استغلال بقايا المشروع نتاع سحق البذور، فهذه البقايا بدلا ما تروح هباء منثورا فكي تروح الديوان فيستغلها في تركيب المواد العلفية بالنسبة للحيوانات. كذلك بالنسبة لي تحدث السيد الرئيس عن العقار الفلاحي، ما تقدريش كمنتج أو كفلاح إذا كان عندك إشكال في ملكية أو في السند القانوني للأرض اللي راك موجود فيها باش تتعامل مع المؤسسات المالية والمحيط نتاعك، فلا بد أن يكون قضية العقار تصفى نهائيا، لأن هناك فلاحين ومستصلحين في الجنوب أو غير الجنوب ينتجون يقدموا منتوج، ولكن ما زال عندهم لحد الساعة عندهم إشكاليات في تسوية وضعيتهم العقارية. والسيد الرئيس في أكثر من اجتماع مجلس الوزراء أكد وألح على تصفية هذا الملف نهائيا حتى يتمكن الفلاح من الاستمرار في تقديم ما يمكن تقديمه
بالنسبة للإنتاج ولضمان الأمن الغذائي كذلك ما سبق وأشرت لضمان الأمن الغذائي سيدي بالقدرات الوطنية أولا للحد من استنزاف العملة الصعبة. أبرز التحديات التي تواجه السلطات العليا بالبلاد، كيف يمكن اليوم أن نعول على الفلاح من أجل ضمان الأمن الغذائي بهذه القدرات؟ أولا يعني قدرات وطنية 100% سواء بالنسبة للأعلاف، بالنسبة لطبع الإنتاج الأعلاف كما سبق وأشرت من طرف الديوان الوطني لأغذية الأنعام والتعاونيات، يعني قدرات وطنية 100% لتموين السوق، لتحقيق الأمن الغذائي، للحد من استنزاف الخزينة العمومية بالعملة الصعبة. بطبيعة الحال يعني أنتم مع هذه الفكرة. على كل حال السيد الرئيس لما تكلم عن تنسيق ما بين القطاعات فهذا هو العامل الأساسي اللي وصلنا إلى التقليل أو التخفيف من فاتورة الاستيراد في كل المجالات سواء كان قطاع الفلاحي أو غيره. فبالنسبة للقطاع الفلاحي والمنتوجات الفلاحية فالأمن الغذائي وقلتها لك في بداية تدخلي يتطلب اكتفاء ذاتي، ما تقدرش تقول عندي اكتفاء ذاتي بدون مرافقة حقيقية للمنتج. المرافقة الحقيقية تجي في التحفيزات اللي حتى باش الفلاح ما يخسرش، وكذلك المسار التقني. المسار التقني هو الأساس، لأننا إذا كان من المفروض الهكتار تاع الإنتاج يجيب لي 30 قنطار أنا نجيب غير 10 قطارات، معناها أنا بعيد على المردود الحقيقي. وبالتالي يتطلب كذلك إمكانيات حقيقية للمعاهد، لأن المعاهد الفلاحية موجودة، كاين أكثر من معهد ومركز، أكثر من 20 معهد أو مركز تابعين للقطاع الفلاحي، لكن للأسف شديد إمكانياتهم جد محدودة. اللي ما عنده السيارة باش يروح يتنقل عند الفلاح مش موجود في داره، موجود في الحقل تاعه. إذا كان هذه المعاهد ما نسخروا لهاش إمكانياتها الحقيقية باش يرافقوا الفلاح باش المردود نرفع من المردود، فنبقوا في نفس الحلقة ندوروا. وهذه تاني تدخل في إطار التنسيق وفي إطار وإعطاء الأهمية للقطاع. القطاع الفلاحي إذا ما عطينالوش الأهمية القصوى كقطاع يغذي الشعب ويحمي الوطن، لما تحصل على أمن غذائي السيادة الوطنية منين تجي؟ تجي لما تكون عندك أمن غذائي حقيقي. الأمن الغذائي الحقيقي منين يجيك؟ ما يقدرش يجيك إذا ما فيش اكتفاء ذاتي في كل المجالات، خاصة في المنتوجات ذات الاستراتيجية أو ذات الاستهلاك الواسع. تحدثت عن نقطة مهمة كما سبق وأشرت سيدي، يعني بالنسبة لتسوية ملفات استصلاح الأراضي التي وجب أن يعني تمنح لأصحابها وثائق تمليك، وهذه من أبرز الأولويات التي أشار إليها الرئيس عبد المجيد تبون وأمر بتسريع هذه العملية، يعني الإسراع في وتيرتها والإسراع في تسوية ملفات استصلاح الأراضي بمنح أصحابها وثائق التمليك. كيف ترون هذه التعليمة؟ تعليمة جد مشجعة. نعم، وقلنا باللي كاين تلت عوامل في الفلاحة، كاين العقار وكاين الماء كاين التسويق. نعم، إذا عندك عقار يعني عندك السند القانوني نتاع العقار، بمعنى أصل أنك في أريحية في التعامل مع المؤسسات. كذلك إذا فيه ماء، بمعنى أصح وجعلنا من الماء كل شيء حي. وكذلك التسويق، إذا كان ننتج وما عنديش كيفاش نسوق ونصبح في خسارة، فبالتالي هذه العوامل تربط بعضها. سيد الرئيس ليست المرة الأولى الذي يلح فيها على تسوية العقار. العقار فيه نوعان، فيه في إطار القانون نتاع الامتياز وهو القانون 10.03، وكذلك فيه القانون 83.18 اللي يخص الولايات الجنوبية خاصة بالنسبة للمساحات الصغيرة. هناك فلاحين لسنوات وهم ينتظرون تسوية أراضيهم خاصة في الجنوب بالنسبة للقانون 83.18، واللي يحوسوا على مرحلة التمليك في الخط، لأن القانون يختلف. 10.03 هو امتياز، والاستصلاح فيه قرار
تاع السيد الوالي اللي عنده مدة 5 سنوات، بعد 5 سنوات يحق للمنتج المستفيد أن يطلب الشرط الفاسخ باش يتحصل على الملكية النهائية. هاد العاملين السادة الولاد في هذه الأيام هم يعملون بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية والوزارات المعنية في تسوية هذه العقار. نتمنى فقط أن العملية، لأن فيه مهلة، قال إلى تاريخ كذا تنتهي العملية. الفلاحين أو المنتجين اللي ما لحقوش، سواء الإدارة أو الفلاحين ما لحقوش باش يسووا وضعيتهم، لابد من تمديد هذه الفترات، لأن في النهاية ما تقدرش تخلي واحد منتج فلاح التسوية مش مسوية وتقول له أن الملف تم غلقه. هذا بالنسبة والشكر مرة أخرى سيد الرئيس على اهتمامه البالغ بالقطاع وتسوية الملف العائق وهو العقار. طيب، بما أننا تحدثنا ربما عن الهدف من الأجراءات لضمان الأمن الغذائي بالقدرات الوطنية لتقليل الاستيراد وفاتورة الاستيراد والحد من استنزاف العملة الصعبة، نتحدث عن وبخصوص عرض الوزير وزير الفلاحة حول متابعة سير حملة الحرث والبذر لهذا الموسم. تحدث الرئيس في إطار التعليمات التي طبعا صدرها في هذا الشأن ضرورة مرافقة مهنيي القطاع كما سبق وأشرنا، القطاع الفلاحي، بإدخال التقنيات الحديثة وتغيير الذهنيات. ما الذي كان يقصده الرئيس عبد المجيد تبون بتغيير الذهنيات سيدي؟ أولا تغيير الذهنيات يعني الجميع، سواء كان على مستوى الفلاح أو السلطات أو كل من يعنيه الأمر. الذهنيات هو ملف شائك ويتطلب وقت للحديث عن قضية الذهنيات، هي في كل المجالات مش في المجال القطاع الفلاحي. السيد الرئيس يقصد بقضية المرافقة العلمية والتقنية، وقد تحدثت لك سابقا في الموضوع. لا تستطيع رفع المردود إذا ما يكونش فيه مسار احترام المسار التقني، والمسار التقني لازم له معاهد، والمعاهد موجودة لكن يخصها إلا الإمكانية. كذلك بالنسبة لقضية الذهنيات، لما نتقدم بملف أو إجراء ما خاصة القطاع الفلاحي، القطاع الفلاحي مش كسائر القطاعات، القطاع الفلاحي عنده تواريخ تحده. سيد الوزير الوافد الجديد للقطاع الفلاحي سيد شرفة فهو مشكور، في ظرف ربما أسبوعين تمكن من يعني تدارك التأخير اللي كان في بداية الموسم وهو موسم الحرث والبذر. في أسبوعين من 14% فتنا 70%، قد تكون درك في 90 أو أكثر. فالحمد لله يعني قدرنا نصوب الموسم في قضية الحرث والبذر. يبقى الإنتاج واش يجيب، هذه المتابعة والمرافقة نتاع الفلاحين للمنتوج تاعو، وكذلك بالنسبة للتقنيين والمعنيين بقضية المسار التقني. السيد الرئيس يعني ما يقول لما يقول الجانب العلمي والتقني، ما تقدرش ترفع المنتوج، تقدر تجيب 10 قرناطر بدلا ما نجيب 50. إذا ما دام نقدر نجيب 50، ما هو العائق اللي يخليني ما نجيبش 50؟ هي بعض السلوكيات سواء في الإدارات أو في على أي مستوى اللي ما تمكنش الفلاح باش يتحصل على أمور اللي ترفع له المنتوج، أو المسار التقني ما تبعوش الفلاح والمنتج لظروف ما، سواء ما كانش فيه متابعة تقنية أو الفلاح ما كانش إمكانياته تسمح له باش يرفع من المنتوج. لخطر ما يكون في علمك باللي مثلا الإكتار لازم له كمية معينة من البدو من الأسمدة، ربما لظروف مادية الفلاح ما يستعملش الكمية المطلوبة نظرا للجانب المادي، وبالتالي لما تكون فيه المتابعة ويكون فيه الدعم الحقيقي لهذه المخرجات يقدر الفلاح يوصل إلى المردود اللي نترجوه فيه جميعا. طيب، دعني فقط سيدي أستقبل هاتفيا سيد عبد المجيد صغيري المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، ورحب بك معنا، مساءك سعيد. أهلا وسهلا، مرحبا، أهلا بك.
طيب أناقش في الظاهرة الأخبارية سيدي مخرجات مجلس الوزراء أمس التي تتعلق في بشقها الفلاحي. الرئيس أمر بتشجيع الفلاحين في الجنوب، أناقش معك هذه النقطة، تشجيع الاستثمار الفلاحي في الجنوب، لأمر من خلاله كذلك طبعا توفير كل الظروف والإمكانيات من أجل تسريع وتيرة العمل. برأيك إلى أي مدى سيدي الاستثمار الفلاحي في الجنوب يساهم أولا في تحقيق الأهداف المرجوة، الأولى في تحقيق الأمن الغذائي والثانية في التصدير لما له؟ شكرا للأخت على الاستضافة. تسمعني سيدي؟ الآن أسمعك، الآن أسمعك، تفضلك. أعيد لك سؤال؟ أكيد، عندي سؤال ليش أسمع؟ طيب، كنت سبق وأشرت أنه سأناقش معك نقطة تشجيع الاستثمار الفلاحي في الجنوب. الرئيس عبد المجيد تبون أمس بمجلس الوزراء أمر بتشجيع الاستثمار الفلاحي بالجنوب لتحقيق الأهداف المرجوة والمسطرة. أبرز الأهداف المسطرة هي تحقيق الأمن الغذائي ولما لا تصدير المنتوجات. هنا أتحدث لإنتاج الحبوب الصلبة. أكيد أسمعك يا أخ. شكرا على السؤال، شكرا على الاستضافة، عفوا، ونرحب بضيفك الكريم. أولا الأمن الغذائي هو موضوع شائك وكبير وكبير جدا، ويرتبط ارتباط كبير بالأمن القومي. احنا كاتحاد مهندسين زراعيين نسمى الإجراءات التي كانت أو التعليمات التي صدرت عن مجلس الوزراء بالأمس من طرف السيد رئيس الجمهورية. بما يخص الجهة الجنوبية، للآن عندنا مساحات لراية قارب تقريبا 300,000 هكتار لراية تشتغل، والهدف أنه ممكن حتى نوصل إلى 1,000,000 هكتار على مستوى الجهة الجنوبية لتتوفر فيها كل الإمكانيات ليكون فيها تحقيق مردود جيد، حتى لا نقول الأمن الغذائي، نقول مردود جيد ليقدر يفوق حتى 120 قنطار في الهكتار بالنسبة للحبوب. وهذه الزراعات استراتيجية لتسعى السلطات العليا لتوفيرها على مستوى الجزائر تحقيقا للاكتفاء الذاتي. يمكن بالنظر إلى الإمكانيات الموجودة على مستوى الجهة الجنوبية للجزائر، خاصة توفر المياه وكذلك البيئة الخصبة لزراعة الحبوب، والنتائج الميدانية تثبت ذلك في حتى المستثمرات في وصلت حتى 140 هكتار قنطار في الهكتار، وهذا شيء مشجع. لكن دائما احنا كاتحاد مهندسين ندعو دائما الى الاستعمال العقلاني للموارد المائيه اللي هي غير متجدده على مستوى الجهه الجنوبيه، وبالتالي يكون فيها استعمال عقلاني واستراتيجيه متوسطه او بعيده المدى لاستغلال هذه الامكانيات المائيه والامكانيات طبيعية موجودة على مستوى الجهة الجنوبية. كذلك دائما هو لازم يكون فيه استثمار من شركات قوية، وبما نظر إلى فتح المنصة نتاع الديوان الوطني للزراعة الصحراوية والتحويلية نوداس، شيء مشجع أنه فيه انخراط كثير من الشركات الكبرى في القطاع الفلاحي، اللي هو كذلك هي شركات عمومية ذات طابع اقتصادي، منها نذكر منها إذا سمحتي شركة كونسيدر تقوم بعمل مهم ومهم جدا على مستوى ولاية خنشرة، بنشوفوه بمحيطات ذات مردودية عالية جدا. طيب كسؤال آخر كذلك سيد صغيري عبد المجيد، الرئيس عبد المجيد تبون أمر بخلق تكامن بين عديد القطاعات أو كل القطاعات التي لها علاقة بهذا الشأن، لوضع تصور منسجم لخلق كذلك تكامل لتصور جديد في المزارع النموذجية. هذه المزارع النموذجية سيد صغيري عبد المجيد، إلى أي مدى تساهم كما سبق وأشرنا لخلق ثروة فلاحية حقيقية؟ أكيد هي المزارع النموذجية منذ خلقها منذ تقريب سنة الثمانينات، وبعد كان فيها إعادة هيكلة، والآن هي تخضع إلى قانون ديسيرو طروا ويعتمد على عقد الامتياز،
وفيه فتح مجال للشراكات، شراكة خاصة شراكة عامة 66-34%. لكن هذه التجربة تقريب أبانت عن تقريب فشل بالنظر إلى القوانين الموجودة وكذلك إلى وجوب مرورها على مجلس مساهمات الدولة. هنا وجدنا بعض التأخر في تسجيل عدة برامج، وكذلك بالنظر إلى إسناد هذه المزارع النموذجية إلى عدة دواوين عمومية وشركات خاصة، لم ترى نتائج ولم ترى النور على مستوى الواقع. هنا وجب إعادة النظر في القانون 03-10-03 حتى يسمح للمزارع النموذجية لتؤدي مهمتها وهي مسؤولة على تكثيف والإكثار من أنواع البذور وكذلك السلالات الحيوانية. دائما كاتحاد المهندسين ندعو دائما إذا كان حبينا المزارع النموذجية ترجع إلى مخطط زراعي الذي كان يستعمل سابقا وهو مبني على أمور علمية دقيقة، ندعو دائما إلى فتح مجال شراكات وترك روح المبادرة إلى المدراء المسيرين على مستوى المزارع النموذجية، كذلك فتح الشراكة للشركات الخاصة القوية لولوج عالم الاستثمار في هذه المستثمرات التي تحوز إذا كان أعطيك رقم هي تقريبا 162 مستثمرة فلاحية مزرعة نموذجية لتستغل مساحة أكثر من 160 ألف هكتار. هذه مساحة معتبرة يمكن لها أن طيب. شكرا لك جزيلا الشكر السيد صغيري عبد المجيد المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، شكرا لك. أستاذ طاهر كرامي لأختم معك النقاش الجو إذا سمحتي في مجال المزارع النموذجية. طيب طبعا مش مشكل، سأناقش معك هذه النقطة وسأستهل بها طيب النقاش لأمر لنقطة أخرى. طيب تريد ربما التعقيب على خلق تكامل بين الفلاحة والصناعة لتصور جديد للمزارع النموذجية. طيب هل ترى سيدي طاهر كرامي أنه اليوم الجزائر بحاجة فعلية لمزارع نموذجية أكثر من أي وقت مضى؟ بطبيعة الحال احنا المزارع النموذجية اللي كانت في السابق حوالي 160 مزرعة إذا ما تخونيش الذاكرة فاسمها نموذجية، من المفروض أن تكون نموذجا. ففي السابق في كل مرة يعاد هيكلتها تحت قطاع كذا تحت قطاع كذا، لا يمكن أن نحول المزارع النموذجية عن القطاع الفلاحي، لا بد أن تبقى تحت تصرف القطاع الفلاحي كقطاع فلاحي. يبقى الطريقة كيف تنتج لا بد أن تكون هي مدرسة، أن تكون هي إرشادا، أن تكون نموذجا كما كاسمها بالنسبة لباقي المنتجين. عندك مزرعة نموذجية تنتج منتوجين ما خاصة في الأمور الاستراتيجية، لكن باقي المنتجين لازم يكون العبرة يديها من تلك المزرعة النموذجية، وهذا اللي ماهيش ربما ما وصلتلوش المزارع النموذجية باش تعرف روحها باللي هي نموذجا لباقي المنتجين، مدرسة لباقي المنتجين، إرشادا لباقي المنتجين. هذا هو الهدف الأساسي. لما نقول عندي مزرعة نموذجية في منطقة ما باش المنطقة الموجودة هنا تدي العبرة وتدي الأمور من تلك المزرعة النموذجية، هذا هو الهدف. إذا كان حبينا نوصلوا إلى ما يتمناه الرئيس من هذه المزارع النموذجية لا بد لنا أن نعطيها مكانتها الحقيقية حتى نوصل للأمور المرجوة. أما قضية التنسيق ما بين سواء كانت الصناعة، لأن مش غير الصناعة، الصناعة في هذا المجال، والمالية اللي هي الأساس بالنسبة للتمويل، والتجارة بالنسبة للتسويق، والطاقة بالنسبة للكهرباء، والأشغال العمومية بالنسبة للمسالك، هذه المحيطات اللي نديروها في المنصات تتطلب كهرباء، تتطلب مسالك، هي في مناطق نائية في الصحراء وتتطلب طرق، تتطلب كذا، معناه كل القطاعات. كاين بعض القطاعات يشوفوا روحهم غير معنيين وهم معنيين، وزارة التكوين المهني بالنسبة للفلاحين،
يعني الكل له علاقة بالفلاح، البحث العلمي في الزراعة، وزارة التعليم العالي. إذن ما فيش قطاع، ما فيش قطاع ماهوش معني بالزراعة بما فيها وزارة الشؤون الدينية. أشكرك جزيل الشكر سيد طاهر كرامي أمين وطني للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين لحضورك معي بالأستوديو.